رجعنا مشاهدينا والوقت المتبقي بانضمام جواد، اكيد حنكمله. ويسعد صباحك جواد. صباح الخير جواد. صباح الخير. اليوم احنا اخرناك طبعا، انت جاي سامحكم من وقت وقلبك كبير. كان حلو عم شوف ثقافه عبد الله المكياجيه. ايش تقصد؟ برافو عليك عبد الله. هاي اسمها معلومات عامه. اي معلومات عامه بالضبط. لازم تعرف انت حتى الامور اللي ما لك علاقه بها. شوف ايه بعدين هاي اسمها المشاركه يعني. هي ظلت يعني ماذا عجبتني اسمها. حلو يعني دقيقه. لا مو هي عبالها يعني انه لا وهي طاحش الصبيه وفاجأت انه واو هذا كشرت لهم على انيابي المكياجيه. اريدك تكشر لنا على انيابك التجميليه. تكشر لنا على انيابك بموضوع الاعلام، شنو لاي مرحله يقدر يغير الاعلام؟ هذا اللي حكينا بيه احنا. هلا كثير مرات يمكن احنا تناولنا دور الاعلام يعني بتاثيره على الناس، وكثير مرات كنا عم نحكي عن دور خلينا نقول السلبي كان. وشفنا كيف انه الاعلام تراجع كثير مهنيا، خاصه الاعلام العربي. تراجع للاسف بسويه كثير خطيره يعني. شفنا كثير كان حتى المواقع العربيه اللي هي تابعه مثلا، انت شفت انه مثلا في مواقع عالميه وفي ستاف خاصه خلينا نقول بمناطق الشرق الاوسط او المناطق العربيه، كان بنشوف انه حتى لهجتهم الاعلاميه في عباره انت بتحس انه ما عاد اعلام، في يعني ما في اعلام اكيد خلينا نقول مستقل، ولكن يعني حتى المهنية سقطت بشكل كثير كبير يعني. تمام. بعدين شفنا انه مثلا قناة معينة عم تمثل جهة معينة كانت على طول تسخر من ناس ثانيين انه عم تحكي عن اخبار مفبركة وكذا. نفس هالقناة بعد سنتين بأزمة ثانية صارت تحكي عن مفبركات وهيك يعني. صحيح. ولا شك لما نحكي عن القنوات العربية كثير نفس القناة. تمام. لما نحكي عن القنوات العربية فعلا قناتين ثلاثة بيخطروا على بالنا. وللأسف يعني اللي أثرت بشكل كبير، أثرت بشكل سلبي كثير يعني. احنا نقول أثرت سلبا إيجابا، هي أثرت يعني. ولهيك يعني كل مرة بنعرف إنه الإعلام له دور كثير كبير. نحن لما نحكي عن إعلام هو مو بس تلفزيون، هو راديو. صح. هو جريدة، هو يعني وسائل التواصل الاجتماعي. هو الكارثة. تمام. إيه يعني فعلا هي على قولتك الكارثة هي كانت يعني صارت هالقصة تلعب دور بصناعة رأي العام، بصناعة صورة ذهنية عنا للناس تانين يعني. مثلا نحن بس نجيب سيرة أفريقيا دغري بنتذكر أنه فقر وحروب وكذا، علما مجاعات. أفريقيا 50 دولة يعني، فيهم دول الحمد لله يعني ولا بتعرف الحرب، ولا دول كثير خلينا نقول هادي مستقرة. تمام. مستقرة أكثر من دولنا. لما مثلا بالغرب يذكروا الصوت العربي بتذكروه هنا، يمكن في ناس مفكرون لساتن على جمال وعلى الخيام والصحراء وكذا يعني. هي الصوره الذهنيه اللي بيرسمها الاعلام سواء بمواد الاخباريه او بمواد توثيقيه او بالافلام يعني. حتى بما يخص الاديان الصوره توصل عن طريق الاعلام عن مفهوم كل دين او كل مذهب او كل فكر. نحن ما بنشوف لانه بس نحن فعلا صورة ذهنية رسمها الإعلام بذهننا يعني. بعدين وين امتى منصدم؟ لما يعني خاصة بهالأزمات اللي صارت، مو صار في حركة نزوح ولجوء وكذا. نعم. الناس اختلطت بعض أكثر. صح. تتفاجأ انه هذا اللي كان الإعلام كل وقت يورجيني أتخيله بس شوفه راح يكون عنده قرون ودنب وحامل عصاية عليها نار، لا هو مثلي مثله في كثير شغلات مشتركة يعني. تمام. فالإعلام للأسف كل ما يعني بدل ما يكون له هذا الدور التنويري، الدور اللي يقرب الناس من بعضها بيبعدهم. تمام. يفرقهم للاسف. احنا ما نريد ناخذ. فانا بدي ارسم عن امكانيه الاعلام برسم او بتحديد اتجاهات الناس. تمام. هو هذا المطلوب وهذا المغزى من موضوعنا لهذا اليوم. بهالاثناء حنعطيك نصيحه وفائده، لا تقول اخبار فن. لا 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 عن الصحه بشكل عام. ماشي. عن فائده شرب الماء مع الليمون صباحا الدافئ صباحا. سامع بهالفائده؟ ايه جربتها يومين ثلاثه بعدين. جربتها يومين ثلاثه يكفي. بدون تلوين عادي. ايش قد يحب اخبار الفن؟ انا نقدر نعطيك يعني اخبار المشاهير. ما لحق ناخذ ترى يعني الوقت انتهى تقريبا. دقيقتين عندنا. دقيقتين. شفتي كيف؟ شفتي كيف؟ تمام. كان موضوعنا عن
خلينا نقول دور الكبير الإعلام. طبعا احنا ما نرسم تلفزيون، مو قصدي بس تلفزيون بحد ذاته، ولكن هو يعني الممثل تمام، شلون فين يرسم صوره ذهنيه وناس تمشي عليه. يعني هذا عم يرسم خط وهذا الشخص صح. مهتم انه يمشي على الخط ما يطلع براته يعني. فلهيك نشوف كل حزب وكل دوله وكل حكومه وكل حدا له تلفزيون مشان طبعا تمام. وممكن بدال التلفزيون هذا نرسم فيسبوك، نرسم انستغرام، تمام مواقع التواصل الاجتماعي. الاعلام هو صحيح يعني متمثل بالتلفزيون، لكن هو مختلف انواع. احنا قلنا جواد قبل ما تنضم لنا انه الاعلام قدر يعني يسقط حكومات دول وحكومات ويصعد دول وحكومات واشخاص يمكن غير مؤهلين لمناصب معينه. أكيد. غير عقول وافكار، غير غير نظره باكملها على كل شيء، على كل تفاصيل حياتنا، يمكن حتى باكلنا، بشربنا، بلبسنا، بطريقه صح. كلامنا، بثقافتنا، كلها يتحكم بها موضوع الاعلام بدون ما احنا نحس، بدون ما احنا حتى طبعاً. نشعر. هو هاي الخطر طبعاً. الخطوطه بقى تجي على الناس اللي ما عندهم خلينا نقول خلفيه ثقافيه او وعي او واحد شغله ثانيه. اطفال كثير نحن ما بنوعي على هالقصص هاي. يعني اولادنا ليل نهار عم يتفرجوا على قنوات ما بنعرف طبعا شو هي. والموبايل القنوات اللي بالايد صحيح صحيح. نشكرك جواد اكيد، ورسمتك دائما تكون معبره وصميمه.